بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو كيخص الحصة الأولى من الوحدة الثالثة، الحصة بعنوان كتلة ووزن جسم. في الوحدة الثالثة تصنيف وخاصيات المادة. إذن الهدف من هذا الدرس هو اكتشاف مفهومي الكتلة والوزن ووزن الجسم. découvrir les notions de la masse et du poids d'un corps، يعني التفريق ما بين الكتلة والوزن، لأن كنلقاو مجموعة من التلاميذ باقين ما كيفرقوش ما بين الكتلة وما بين الوزن ديال الجسم. إذن أولا وكما دائما غادي نبداو بدراسة الصورة. إذن النص هو كالتالي: في القسم استعملت مريم ميزانا لتزن نفسها وسجلت بأن وزنها هو 40 كيلوغراما، فوضح لها الأستاذ أن 40 كيلوغراما هي كتلتها. استغربت مريم من ملاحظة أستاذ. إذن في القسم كانت واحد التجربة ديال استعمال الميزان. إذن استعملت مريم ميزانا لتزن نفسها وسجلت بأن وزنها هو 40 كيلوغرام. إذن قالت بأن الوزن ديالها هو 40 كيلوغرام، فقال لها الأستاذ بأن 40 كيلوغرام هي كتلتك وليس وزنك. فاستغربت مريم من ملاحظة الأستاذ. إذن في نظركم ما هو سؤال التقصي الذي يمكن طرحه والإجابة عنه انطلاقا من دراسة أنشطة أتحقق؟ إذن السؤال ديال التقصي هو ماذا؟ إذن سؤال التقصي هو: ما الفرق بين الكتلة والوزن؟ ما الفرق ما بين الكتلة والوزن؟ بالنسبة للفرضيات، فرضيات يمكن كتابة مجموعة من الفرضيات. أفترض أن الكتلة هي كمية مادة جسم. أفترض أن الوزن هو قوة جسم. مفهوم؟ إذن هذو هما الفرضيات اللي اقترحت، وكاين مجموعة من الفرضيات يمكن اقتراحها. إذن غادي نجاوبوا عليهم انطلاقا من دراسة أنشطة أتحقق. مفهوم؟ إذن نبداو بالسؤال الأول: اكتب فيما يستعمل الميزان. إذن لا بالونس، الميزان فين كيستعمل؟ فين كنستعملو الميزان؟ إذن هو قال لها بأن 40 كيلوغراما هي كتلتك. إذن الميزان يساعد في ماذا؟ في قياس كتل الأجسام. دونك يساعدنا الميزان في قياس كتل الأجسام باش نعرفوا الكتلة ديال واحد الجسم معين. النقطة الموالية: أبحث عن طريقتي استعمال ميزان ذي كفتين. الصورة رقم 1: ميزان ذو كفتين وميزان رقمي. الصورة رقم 2: لقياس كتلة جسم صلب وأسجلها في دفتر التقصي. إذن غادي نفرق ما بين ميزان ذو كفتين وميزان رقمي من حيث الاستعمال. إذن هنا لاحظوا أن الميزان ذو كفتين يستعمل كفات لكي يحسب أو لكي يقيس كتلة جسم صلب، وهنا نستعمل الوزنات، ذاك الأوزان الصغيرة، كيلوغرام، كيلوغرامين، نصف كيلوغرام إلى غير ذلك. لكن عكس ذلك الميزان الرقمي لا نستعمل الوزنات، ما كنستعملوش ذاك الكيلوغرامات وذاك الوحدات الصغيرة، فقط نضع الجسم المراد قياس كتلته على الميزان فتظهر لنا هنا الكتلة. مفهوم؟ بالنسبة لميزان ذو كفتين، في كفة نضع الأوزان وفي كفة أخرى نضع الجسم المراد قياس كتلته. إذن هنا بالنسبة للميزان ذو كفتين يمكننا الوزن به واحد الكتل كبيرة، مثلا ممكن نوصلو 9 ديال الكيلوغرام، 8 كيلوغرامات. لكن بالنسبة للميزان الرقمي كيوصل لنا إلى حد مثلا كيلوغرامين، 3 كيلوغرامات، ما كيفوتهاش. داكوغ؟ إذن الكيلوغرام كيلوغرام والجرام الجرام هما الوحدتان الأكثر استعمالا في حياتنا اليومية. ما العلاقة بين هاتين الوحدتين؟ إذن الكيلوغرام والجرام هما اللي كنسمعوهم بزاف، هما واحد الوحدتين كنستعملوهم بزاف في الحياة اليومية ديالنا. إذن هي علاقة رياضياتية كنقراوها في الرياضيات. 1 كيلوغرام كم تساوي من جرام؟ تساوي 1000 جرام.
واحد ديال الكيلوغرام كيساوي 1000 غرام. فهم؟ إذن هذا هو الفرق ما بين الميزان ذو كفتين والميزان الرقمي. فهم؟ ثانيا، عندما أترك كرة تسقط، إذن لا تركنا واحد الكرة تسقط، سقوط كرة على الأرض تتعرض لقوة تجذبها باتجاه الأرض، يعني هذه الكرة هذه كتمشي كتسقط بخط متعامد على الأرض، يعني في اتجاه الأرض. شنو اللي كيساهم في السقوط ديالها؟ كيساهم في السقوط ديالها هو ذاك القوة ديال الجاذبية، قوة تجذبها إلى الأرض. ما اسم هذه القوة وما نوعها؟ إذا اسم هذه القوة هي قوة الجاذبية أو قوة وزن الجسم، يعني ذاك الوزن ديال الجسم، ذاك الجسم، ذاك الكرة، وزنها هو الذي يساعدها في السقوط الحر، يعني الجاذبية ديالها والوزن ديالها، هذه نقول عليه الوزن. إذا هنا قوة الجاذبية أو وزن الجسم. وزن الجسم. إذا تقاس شدة الوزن بالدينامومتر. إذا كيتقاس الوزن ديال واحد الشيء بايش بالدينامومتر. إذا هذا جهاز يقيس شدة الوزن ويعبر عنها بالوحدة النيوتن. إذا الوحدة ديال الوزن هي النيوتن ماشي الكيلوغرام. الوحدة ديال الكتلة هي الكيلوغرام. الوحدة ديال الوزن هي النيوتن. إذا وزن شيء هو القوة التي تجذبه إلى الأرض، يعني قوة الجاذبية أو وزن الجسم التي تجذبه إلى الأرض. الصورة رقم 4 توضح ماذا؟ توضح قياس شدة وزن باستعمال هذا الجهاز الذي يقيس شدة الوزن، الدينامومتر. الدينامومتر هو هذا. إذا حنايا كيفاش غادي نوزنوا هاد التفاحة وزنها؟ إذا كنعلقوا التفاحة في الدينامومتر وكنشوفوا. إذا هنا تشير إلى وزن هذه التفاحة باستعمال الدينامومتر. إذا قياس شدة وزن تفاحة بالدينامومتر. إذا أبحث عن طريقة اشتغال الدينامومتر وأسجلها في دفتر التقصي. إذا الدينامومتر كيشتغل كما قلنا، كنعلقوا الوزن فيه ثم تبدأ الإبرة في التحرك لمعرفة قياس شدة الوزن. إذا بالنسبة للعنصر الأساسي في صناعة هذا الجسم أو هذا الجهاز، إذا هو وماذا؟ هو النابض. النابض هو الذي يتمدد لكي نقيس شدة وزن التفاحة هنا. إذا النابض، مفهوم؟ النابض هو العنصر الأساسي في صناعة هذا الجهاز. إذا هنا ملحوظة، غالبا ما يتم الخلط بين الكتلة والوزن. أميز هاتين الكلمتين حتى لا أخلط بينهما بعد الآن. إذا خصني نميزهم وغادي ندير لكم واحد الخطاطة غتبين لنا الفرق ما بين الكتلة والوزن. غادي نكتبها لكم هنايا، لاحظوا معي. إذا أولا الكتلة وشدة الوزن، دونك هنايا ماس اون فرونسي ماس اي ايسي بوا. داكوغ، الفرق ما بيناتهم، اولا هذه نرمز لها بام، نرمز لها بام، وهذه كنرمز لها ببي الوزن. داكوغ، هذه بام ماس، فهم؟ ثم هذه الوحده ديالها هي الكيلوغرام، نقول كتله شيء يعني كتلتها بالجرام او بالكيلوغرام. بالنسبه لشده الوزن تكون باستعمال الدينامومتر، يعني بالنيوتن. اذا هنايا باستعمال الميزان وهنا باستعمال الدينامومتر. الدينامومتر هو الجهاز الذي يقيس شده وزن واحد الشيء. بالنسبه للكتله نقيسها باستعمال الميزان ووحدتها هي الكيلوغرام او الجرام. هنا بالنسبه للكتله لا ترتبط بالمكان. داكوغ، لا ترتبط بالمكان، يعني في المكان ممكن نحسب الكتلة ديال واحد الشيء معين، مفهوم؟ باستعمال الميزان. لكن بالنسبة لشدة الوزن ترتبط بالمكان، مفهوم؟ ترتبط بالمكان. إذن هذوما هما أوجه الاختلاف ما بين الكتلة وشدة الوزن. نمر الآن إلى الملخص. أستخلص، كتلة جسم هي كمية مادته، يعني الكمية ديال المادة ديالو، ويعبر عنها بالكيلوغرام، يعني بالكيلوغرام، وحدتها كيلوغرام أو الجرام. وزن جسم هو القوة التي تطبقها الأرض عليه، والقوة اللي كتطبقها الأرض عليه باش كيهود، مفهوم؟ ويعبر عن شدتها بالنيوتن، مفهوم؟ إذا الكتلة هي الكمية ديال المادة وكيتم التعبير عنها بالكيلوغرام أو الجرام.
بالنسبة لوزن جسمي هو القوة التي تطبقها الأرض على هذا الجسم ويعبر عنها بشدة النيوتن. La masse d'un corps est sa quantité de matière et elle exprime en kilogrammes. Le poids d'un corps est la force exercée par la terre sur ce corps. Son intensité s'exprime en newton. D'accord. الآن نمروا للتطبيق. أولا يعتمد اشتغال الدينامومتر على التوازن باستعمال كتل معلمة أو على تشوه نابض. إذن هنا قلناها في هذا الشكل هذا، قلنا بأن الدينامومتر يعتمد على ماذا؟ يعتمد على النابض. إذن يعتمد على تشوه النابض أو تمدد النابض، تشوه النابض أو تمدده، دكاغ تمدد النابض، إذن تشوه النابض، ماشي باستعمال كتل المعلمة. كنستعملوا الكتل المعلمة بالنسبة للميزان ذو كفتين، فونك ذو كفتين. باسون مانتونا لا كيسيون 2، لا كيسيون 2 جو كومبليت لو تابلو سويفون، دونك غنكمل هذا الجدول هذا، عندنا لي فيغور، عندنا فيغور 5، فيغور 6. نوم دو لانسترومون، يعني الآلة أو الجهاز، فالور دو لا ميزور، يعني القيمة اللي كاينة تما، يعني ذاك الكتلة أولا ذاك الوزن ديال الجسم، هنايا لونيتي يعني الوحدة. نشوفوا الشكل 5 شنو كاين هنايا. هذا هو لو دينامو متر، دينامو متر، دينامو متر، هذا هو الجهاز ديال الدينامو متر. بالنسبة للشكل 6 هو الجهاز ديال بالونس، ميزان بالونس. شناهي لا فالور دو لا ميزور بالنسبة للدينامو متر؟ هو 1 نيوتن، هنايا 1 نيوتن داكوغ. وبالنسبة للبالونس 200 غرام، 200 غرام. هنا لونيتي نيوتن وهنا الوحده هي الجرام. فهم هذه الوحده، وحده هي النيوتن بالنسبه للدينامومتر والجرام بالنسبه للبالانس. في هذه الحاله هذه كيحسب لنا 200 غرام. فهم. وبهذا كنكون ساليت الدرس ديالي ديال اليوم اللي كيخص الحصه الاولى الوحده الثالثه. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري باش نزيد نقدم فيديوهات اخرى ان شاء الله. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.